بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات bal ahyau wa la kil la tashurun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوّف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن <applause> الذين ما أنزلنا ما أنزلنا من البينات والهدى Mim ba'di ma ma nasi fil kitab اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف يخفف العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد La ilaha illa huwa ar-Rahman rahim Alhamdulillah selesai sudah perkongsian kita pada kali ini Semoga ada manfaatnya ya Ayo kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.